فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. نعم. وهذا أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت وصار يقاسي من سكراته، فإنه صلى الله عليه وسلم ما ترك النصيحة للأمة وهو في هذه الحالة، وهو مشغول بالأوجاع والآلام بسبب الموت، أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا في هذه الحالة قالت يحذر ما صنعوا؟ يعني ما هو من باب ذكر شيء مضى وانقضى، وإنما يحذر من شيء مستقبل، ألا نحذو حذوهم ونسير على ما هم عليه ونقول هم أقدم منا وهم أهل علم وأهل كتاب وهم يريدون الخير وما أشبه ذلك من التلفيقات. نعم. فهذا من الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة يحذر ما صنعوا، فهذا فيه التغليظ في من تعلق بالأموات أو تبرك بتربتهم أو بقبورهم أو استغاث بهم أو غير ذلك، أو ذبح لهم أو نذر لهم أو غير ذلك من أنواع العبادات التي هي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق من أجل عبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله، وفي الحديث: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا أيضا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر من الموت والسكرات، لا كما يقوله الخرافيون والغلاة أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت وأنه معنا وأنه يحضر في حفلاتنا الدينية كما يقولون.